السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى جاي لكم تحدي جديد، وانا بتحداها عشان اخد حقي. تحدي ثنائي النهارده، واحمد الحكم. احمد معانا الحكم. مش عارفه اقول ايه. النهارده ربنا بقى يستر، جاي وانا عايزه البيت اكسبه. دجاج البيت تمام. كل واحد معاه ايه؟ اربع قطع. اربع قطع يعني فرختين. كل واحد فرخه. بصوا يا جماعه، طبعا بس احمد طبعا مش معانا، احمد قاعد ايه حكم، بس هياكل. بس هياكل. هنقول لهم بقى التحدي على ايه. بص يا جماعه، دي فرخه، فرختين يعني، دي فرخه العلبه فيها. ربنا يستر. كنت عايزه بسم الله تبقى معايا عشان نكسب، وعلى بطاطس كل اللي على الترابيزه في التحدي. بص انا فتحتها ازاي كده عشان الناس تشوف. دي بطاطس، افتحها برضك عشان الناس تشوف. شوف انا بقلي لك ازاي بطاطس. بطاطس اهي، وكل واحد معاه 6 عيش. اه يا جماعه، وكل سلو برضك جوه التحدي. 6 عيش. احمد ما بياكلش عيش؟ لا، احمد هياكل رز. هياكل رز، والبنات برضه طالبين رز كاتشب. مفتوح. يبقى التحدي يا جماعه 6 عيش، كايزر، فرخه اهي باينه، بطاطس كول سلو، ونسمي والحاجة الساعة جوه التحدي. كل حاجة جوه التحدي. ايه ده، انت داخل عليا بقى النهاردة كده مدة؟ لا 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 لا، انا ما اقدرش. انا شكلي هخسر يا جماعة، هخذلكم. كل سلو احمد. طبعا الفراخ دي سبايسي. طبعا نبدأ. ابدأ. لا طب يلا يلا انا احضر بقى اشيائي جنبي. انا كل اخس عليك، اخس. ماليش دعوه بيها جماعه، داخل عليا النهارده. بصوا ما اقولكمش، لازم اخد حقي. هو عارف اصلا اللي انا ماليش فيه قوي، وجايبه لي سبايسي كمان. ايه ده، طب ثواني بس، استنى استنى. طب الولا حرام اكل. لا ما تكلمنيش. اتفضلوا معانا. لازم اخد حق. لسه ما اشتركش ينزل يشترك يا جماعه. ها يا ريت يا جماعه، والله واللايك والشير والكومنتات. انا هذبح لك امك. ليه؟ استحالة. استحالة ليه؟ معاك الأسد. حاضر. مش معاها أنا الحكم. البطاطس. أنا مش عارفة أكل. وين؟ أربع صدور. آه. هكسب ازاي؟ هكسب. انا خلصت. ده بتضحك عليا. بابا على فكره خلص. خلص. بابا اللي هيكسب. ده تشجيع ولا توقع؟ تعال بص بص. ناس. ساعديني. لا مش معانا. ساعديني. ده حبيبتك. حبيبتي ولا العقاب اللي فات؟ نسيتيه؟ بهزر معاك.
وانا ههزر معاك. انت متفائل ان انت اللي هتكسب؟ عندي احساس. لا هخيبه. فرجاني. باكل. فراخ تحفة والله. مستوية. تحفة تحفة تحفة. كلش رز ده. كل الفراخ. ما بحبش الرز بتاعه. رز جوه التحدي. هو احنا جايبين لهم رز. بس انا قلت له لا. طبعا كنزي اكلت ونامت. بصبص قاعده. رتا ولي هي اللي بتصور. وموده هو الحكم. كسب الزحله. حاجه ساعه وقت حد. خسرانه يا ما. بس بس لسه فوق الرغيف. باكل والله. مش هخليك يكسبني. فرجاني. باكل. بناكل بطبيعتنا. أنا عايزة دوقات خاص. نعم؟ أنا عندي فصوص. عند أحلى. اللي معايا أحلى. جربي اللي معايا تلاقيها أحلى. تجيب لك عيش؟ العيش كتير. أنا خلاص أول واحدة. نعم. ماشي. أنت عارف ما باكلش ده. مفيش فين. تاخده؟ لا. خلاص أول واحدة يا جماعة. يا راجل. ده ما بيتاكلش بره التحدي. في التاني أهو. والله يا جماعة أول واحدة اهي. أول واحدة اهي. حتى أنا أكلت كله. إيه؟ خلاص كل اللي قدامك. كله. أهو. ما عادش فيها حاجة والله. عايز إيه؟ مش عارفة. أمال عايزه على إيه؟ ده فراخ. طب هات الفرخة دي. أنا سعد حرام. ابن غلبان. ازاي يعني هتاكله ازاي؟ كده؟ ما ذاكر عشان البتاع ما يبقاش حراق. ماشي. ايه ناوي على ايه؟ انا باكل. عايشه اللحظه.
بستمتع. كل باكل. هو خلاص بالشطه. انا قلت لك حتتين كفايه. انا اللي قلت حتتين كفايه. وراي لما هو بيطلب بتروح حتتين كفايه. يقول لا اربعه. انت اربعه وانا اربعه. هاكل. متقدرش. شفتوا يا جماعه؟ وسبايسي بصوا جوه ازاي؟ نار. تحفه تحفه تحفه. لا المره دي مظبوطه. تين الف تحفه. عارفه ما كانش فيه سبايسي؟ وبحمد انا عايز سبايسي. هو بقى عميل هناك بقى. انا معناها الاثنين. يعني ده معمول بالطلب يا جماعه. عشان سبايسي. عايزك تتكلمي. باكل وبتكلم. ركزي في الكلام. ركزي في الاكل. على فكرة انت عندك اتنين هو عنده تلاتة. بجد؟ والله. تلاتة يعني؟ واحد اتنين تلاتة. اتنين بقى اتنين. ليش زي ما هو؟ باكل. باكل يا أسد. أهم حاجة البتاع ده. الفراخ. مشان هي سبايسي. تنسحب ايه؟ باكل الله. كنتك ليه؟ والله العظيم باكل. بطاطس 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 بطاطس. مين هيكسب؟ هو طبعا. انا طبعا. بنتي. انت معاه؟ انت هتقولي لي عليك ايه؟ ولا ايه؟ تخسري. هكسب. طبعا على فكرة ان كان ده اتنين وبكرة. انا بقيت انا مكسبات الدور اللي فات. الدور اللي فات اللي كسبت كنزي. ازاي؟ انا كنت باكل ايه؟ لا الله اكل طعمه جميل قوي يا جماعه. سحب. شجعوني. قولي لي حاجة. شجعني انا. انت مع مين يا مودة؟ ماما عندك من هو عنده تلاتة. الرغيف التالت. الرغيف التالت. ما عادش عندهاش. بجد؟ عنده اتنين. انت عندك تلاتة وهو عنده. سبيس هواي. احسن. انا جايب سبايس عشان اوه والله يا جماعه بصوا محشيه خالص مش باين قوي. عايز تاكلها؟ حلوه قوي. لما ناكل في بطاطس انت اللي طالب ده بيتاكل.
والله الاكل النهارده احمد اللي طلبه. احمد اللي مأكلنا النهارده. صح؟ الشكل جميل. تاكل كل طيب. والرز ما اكلتش جنبه؟ كل بطاطس. باكل بطاطس. ما بطاطس بطاطس لحدي؟ انا بدي اتفضلت معانا لما خلصت البطاطس. لا انا بدي اخلص البطاطس. عيش ايه؟ صح؟ اه. عيش مين؟ انا بجيبه عشانك. كولسلو عيش ايه يا جماعه؟ بينا حالة حب. الدنيا خلصت بقى. خلصت. وانا يا جماعة التانية بخلصها. اه. مش هنسحب. عيب عليك يا اسد. ما انت لو بصيت انا عاجل اكتر. عيب عليك يا اسد تخسر. هشمت فيك الاسد التاني. شخص ماما تعالي ساعدي امك حبيبتك هي تعالي ساعديها. جماعة احب اقول لكم اللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. انا احب اقول لكم دوسوا لايك. رجعت انا وهو جوه. خلصت التانية. وهكسب. تكسب ايه؟ هو هطلب مين؟ انا هم. وايه كمان؟ واحدة. واحدة؟ بس كبيرة. بصوا كل سنة يا جماعة بموت فيا. والله باكل. أنا في الثالث. ها يا معين عيني معين يا معين يا معين. بس قوي. لا 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 ايه ده؟ لو كنت معاك اخسرك صح؟ لا بتكلم مع بابا فين؟ بابا خليك مع ماما. لا افضل معايا. بابا عنده واحدة. بابا عنده واحدة فراخ. بابا يا حبيبي انت بتاكلش ليه؟ سلمي على حبيبي. ازيك عاملين ايه؟ انا عايز اشرب. خدي مسمن. خدي تعالى خدي. مش بتاكل. احمد بيلعب. هو طالبه بالليل كل ساعة الحظ. طالبه الساعة 2 بالليل. امبارح. مين هيجي لنا الساعة 2 بالليل؟ نروح خلينا بقى بكره. امبارح الكلام ده. اه خلينا بقى النهارده بقى ايه؟ غدا غدا وتحدي. غدا وتحدي. معلش يا جماعه انا وبسمنا كده بيقع مننا كلام كتير. صح يا بسبس؟ لا بس انت بحرف تاني وهي بحرف تاني. صح؟ بحرف الشين. انا مصر. يا جماعه عايز ينتقم مني من العكاب بتاع الدور اللي فات بتاع الفته. ربنا يرفع عننا البلاء. اللهم امين.
احلى دعوه والله. اه والله عملنا ايه؟ عملنا فيك ايه بقى؟ ايه يا مودة؟ بتاعتك؟ شوف ايه يا احمد؟ استنى متجوزة مع هما؟ ايه ده؟ ايه ده؟ استنى ده في حاجة غلط. لا مش زي ما هما. بتاعت احمد اللي كان بياكل بجد والله؟ اللي كان بياكل فيها. طب كل يلا يا احمد. لا 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 انت مكتر قوي. الرزبايس شديد قوي. لا 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 صعب. ما عنديش قادرة. انسحبي. لا انا باكل. لا هاكلهم والله. لا بصي افضل لي ليه؟ يعني لو اطمع هتروح وهو مصمص في دور فانسحبي. تعالي تعالي قعدت في الارض حلوه. انا قعدت على الارض. لا قاعدة يا اخي. كل اسبوع ما اكلتهاش. ها؟ كل اسبوع ما اكلتهاش. اديني منديل ممكن؟ منديل. احنا بنشرب حاجة صعبة مع الحراق. انا بقى ايه؟ امسمس. سلام. خلاص ايه؟ انت كده اكلت؟ تبقى اكلت شوية. سلام يا بنت يا بسملة. يا سلام. ما تاكلي بقى بالراحة كده وفي مزاج. الله. كسبانة بقى؟ يلا يا ماما كلي. ماما الفراخ بتاعتها خلصت. انا فراخ اهو يا جماعة. اهو. ماشي كل عيشك. اهو يا جماعة خلصت. براحتها تسرق تعمل تسرق فين؟ في المنديل. ما جنبها منديل فاضي. فاضي والله. خدتي منها ايه؟ خدت تليفوني. براحتكم. مهما كانت جاية هنا قعدت هنا يعني جت هنا؟ لا لا يلا يا ماما. ما شاء الله. يعني سرقت ومش قادرة برضه. ده كتير. اديها بقى اللي سرقت. والله ما اخد باله. لا ما خدتش بالي بس عارف. عارف ايه؟ بجدارة خلاص. لا انا انسحبت. ايه؟ انسحبت. يا شفا لسه بدري. انسحبت. ماما كلي انا عايزة اتغنى شوية. حبيبي. انسحبت. 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 بس يا جماعة هو هيسامحني. هنرجع لكم. جماعة والنعمة هو هيسامحني. هنرجع لكم بالعقاب. ورجعنا بالعقاب. اللي احنا مش عارفينه. هي ما تعرفش ايه العقاب. والله لو حاجة وحشة هزعل. لا لا انا اعمل فيك حاجة وحشة. والله العظيم هزعل. بس ملا والله العظيم انت تعرفي. بصي ما عارفة. اروح اجيب العقاب واجي. استنوني. انا خايفة. ثانية. حاسة؟ لا في حاجة غريبة بتحصل جوه في المطبخ يا جماعة. والله العظيم ما انت قادرة. حطيت بوبس وميه. وانا كنت عاملة حسابي اصلا. جاي هو جاي. عشان اعرف اعمل معاه التحدي واكسبه. ده الكاس. وده حاجة ساعة. لا مش حاجة ساعة. والله حاجة ساعة اهي. لا والله. لسه شاربة والله حاجة ساعة. هما حبة صغيرين. حبة صغيرة. حطيت حاجة اكيد فيها. لا هو ايه؟ لا والله العظيم ازعل منك. اصبري اصبري. هنحط ده فين؟ لا ليه هو ايه؟ نفس
عليه. لا والله انا معدتي اصلا قلبت. بص يا جماعه والله يردفوا كده، انا اصلا مش بعمل فيها كبات وحشه. وايه والله هنسى الدقيق. بص 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 دقيق. إيه؟ لا لا ما اقدرش ما اقدرش. عايز يتقلب. لا يا وائل. اه لو كورونا ابدا. بصي هيبقى طعمه حلو. لا والله ابدا. ده اظبط لك دماغك. ابدا اهدى بس كده حبيبي، انت قاعد على جنب عشان ما اضربكش انت وابوك. لا ده بتاع ده ماما عارفه ماما الشيش كيك دوت. لا ما اقدرش اوقع. لا لا ما اقدرش والله. بص بص بتفور ازاي؟ بص بص جماعه والله العظيم جايب ال الفراخ سبايسي جامده جدا والله العظيم. لا عارفين الحاجه الساعه وبتتحط يلا. لا وائل يلا اخص عليك والله. يلا والله العظيم زعل منك. يلا والله العظيم زعل منك. يلا الفيديو قلنا الفيديو هيطول عشان خاطري، عشان الناس. يلا عشان خاطري، عشان خاطري انا المره دي. لا والله ما اقدر. لا 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 يلا يا حبيبتي واقفه بسمله. يلا يا حبيبتي يلا يا حبيبتي ما توقفيش بسمله عشان خاطري. لا هقف مش هقف ما تخافش. اقول لك عشان ده هي عايزه تتفرج عليك. يلا بقول لك عشان بابا عايزه تتقلب شويه. انا بقول لك عشان خاطري. طب يلا ماليش خاطر عندك؟ لا لا يلا يلا ده انا بص هرد اللي حصل يلا واللي حصل امبارح يلا. جماعه مني في مقلب وفي الاخر هو اصلا عارف. طب يلا خسر. يلا انا بقولك عشان خاطر. لا مش عشان خاطري. طب يلا بس يلا بقى الفيديو. لا ما اقدرش. لا والله ما اقدر. شفته كده لا ما اقدرش. يلا شفته ما اقدرش. يلا شفت ده واحمد. لا يلا والله انا ما هنساها لك. وانت بقول لك عشان خاطر بتقولي لا ما لكش خاطر عندي. يلا يلا هتضايق. يلا يلا بقى حرام حرام بجد. يلا استنى هقول لك حاجه. ايه ده؟ ده ايه ده؟ بق واحد. لا لا بس انا وحش خالص. حطها على بقك بس. اللي حطها على بقك. يلا بس يلا خلاص اشرب انا. هات اسامحها بقى خلاص طالما هي هتاخد يبقى اسامحها. بعد ايه؟ ما انا قلت لك عشان خاطر تقولي ما تجيش خاطر. اشربي ده انا بعد ما في الوقت هشكل معاك. خلاص يلا قلت عشان خاطر تقولي مش عارفه ايه. ماشي من زمان منك وعايز تكلمني تاني. يلا شكله حلو على فكره. شكله حلو شكله حلو صح؟ يلا بقى ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير سبسكرايب تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم من جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.